خدكم البلع. عاش خاين ومات كلب. طول عمرك حمار حمار زي ابوك. احترم نفسك يا عرفان. امال كنت عايزني اعمل لك ايه يعني بعد ما مسكتك انت وامي في الشقه انزل اجيب لكم ازازتين بيلا؟ انا طول عمري صداقتي بامك عامله زي ما تكون كده جيرل فريند بتاعتي. ما هو كلامك ده اللي مشككني فيك. انت شكلك اتجننت. ما انت لسه قايل لي بلسانك اللي انا قلته لك ده حصل، يبقى انا عرفت منين؟ ما هو ده اللي مجننك. بس والله العظيم والله العظيم مش زي ما انت فاهم. يبقى موضوع منبه جدي ده حقيقي ومش خيالي. ما بلاش جو الفانوس السحر اللي انت عايش فيه ده. بص انا مش هحلك يا عرفان الا لما تقول لي ايه نهايه موضوع امي ده. انت مش بتقول ان المنبه ده يقدر يرجع الزمن لورا؟ مظبوط. ولو عملها مره يعملها التانيه. يبقى احنا لا مؤاخذه نروح بربطه المعلم كده نجيب نهايه الموضوع ده ايه، وبالمره برضو ندور على الفانوس السحري، المصباح السحري، الحاجات القديمه بتاعت زمان الجميله ديت. بص يا رضا، كلام اللي انت بتقوله ده كلام صحيح وجدك كاتبه في الورق، بس الراجل ده كان على اخر ايامه كبر وخرف وكان بيتبول تبول لا ارادي، فممكن يكون قال في الورق ده وهو بيتبول تبول لا ارادي. اخرس، انا جدي اشرف وانضف منك. متناجل على رأي المثل، المية تكذب الغطاس. انا وانت نخطف رجلين عبر الزمن نشوف الحقيقة ايه ونرجع على طول. تروح انت لوحدك، انا راجل كبير وعندي الضغط وممكن اتعب منك في الرحله دي. تعال معايا وهجيب لك دواء الضغط. ما ينفعش يا رضا، انت اللي لازم تروح لوحدك عشان تشوف الحكايه كلها من طقطق لسلام عليك. ماشي، انا هروح لوحدي وهسافر وارجع عبر الزمن، بس عارف لو رجعت وما لقيتك شيء. يا راجل اتنايل. ربنا يسامح. ربنا هيسامحنا كلنا. خلاص بقى ما تقوقش بقى، خلاص امسك المنبه اهو. لا مش همس. طب ايه، اجيب لك مصاصة؟ لا انا عايز بوزو. بوزو تيه ونيل تيه. امسك المنبه الزفت ده اظبطه على ربع ساعة زيادة عن الساعة اللي كنت فيها. ها؟ استنى، تبلش حاجة. سلام يا رضا. يا رضا يا رضا، ما ينفعش تلعب في الماضي. ده الكلام اللي قاله جدك في الورق اللي لقيناه جنب المنبه. اللي انت بتفكر فيه ده جنان. انا قلبت الموضوع في دماغي ولقيت ان الطريقه اللي بقولك عليها دي انسب طريقه ان انا ارتبط بنور. انت عبيط يا ابني، ما نور قدامك، ما تروح تكلمها بالوش ده. ده على اساس اللي انت من كام سنه ورا كنت احمد عز. مش بالوشوش، بالقلوب. امي قالت لي كده وانا قلبي طيب، وعلى فكره امي بتحبني. ما القرد في عين امه غزال. ما هي قالت لي كده برضه. ايه ده، وربنا يا عم عرفان لو ما جيت معايا وسمعت كلامي لاشرب زيت باكم وموت نفسي. زيت باكم اللي هو ايه؟ اللي هو كده. لا بلاش ده، بلاش ده، ده غالي وما بنعرفش نجيبه. اهدى بس كده وصلي على النبي وقول لي في دماغك ايه. ولا حاجه، هتيجي معايا؟ اجي معاك فين؟ عبر الزمن. زمن ايه؟ والورشه سيبها لمين؟ ناصر. ناصر؟ لا ايوه رضا موتورز. اطلع يا ناصر. ايه قفلت الورشه قد؟ ايوه. خدوني معاكم اتفسح. ايه شغل خدوني معاكم لاركب تاكسي ده؟ لا ما هو مش هينفع ناخدك معانا يا ناصر، انا وعمك عرفان رايحين مشوار صغير كده عبر الزمن وراجعين تاني. ادام فيها عم عرفان يبقى فيها حريم. رايحين فين يا لقمه؟ ندعك الفانوس. فانوس ايه اللي هتدعكوه؟ فانوس جده. طب ما تاخدوني ادعك معاكم. لا لا مؤاخذه، خليك انت الفانوس الجاي باذن الله. والنبي عم عرفان هدعك بالراحه. ماشي يا سيدي هيجي معانا. ايه ده؟ ايه ده؟ ده العربيه ما بتدورش يا ناصر. والنبي زق كده، ربنا يديك الصحة. نزق وماله، ادام فيها دعك يبقى لازم نزق في الاول. ولعلمك هتدعك اول واحد. عايز زقه متعه كده. انظر بقى. ماشي، اللي يدعك لوحده يزوى. 27/5/2011 الساعة 4 العصر. التاريخ ده انا مش هقدر انساه. 27/5؟ ده مصر كانت بتلعب الكاميرون. انا بتكلم على نور. نور ما كانتش بتلعب في الكاميرون. مفيش كاميرون اصلا في الحكايه ولا غنى. بعد اذنك بقى يا عرفان بقى. نور يوميها كان عندها درس. ايامها نور كانت في الثانويه العامه وانا كنت مستنيها بره من غير ما تشوفني طبعا. يا رضا بقول لك اخلص، الولايه بتستنياني هناك. ما حسسني ان انت متجوز هند رستم، حرام عليك يا اخي بقى. كمل كمل. نور دخلت شارع هادي، دخلت وراها وقلت بس
هي دي اللحظة المناسبة إن أنا أعترف لها بحبي. حلو الكلام ده. لا مش حلو. أول ما جيت أقرب منها لقيت في شاب نازل من العربية. الشاب ده كان شبه العربية الدوج ريام بالظبط. الحلوة ليه رفع حواجبها ومحدش عاجبها؟ طبعا أنت سخنت وتدخلت. أنا سخنت الحقيقة بس ما اتدخلتش. محسوبك عطا اللي بيموت في الشعبطة. اوعى يلا. صحيح الطاري دايما مفتري. يعني سبتها لوحدها الشباب يعكسوها ومشيت؟ أصلا بصراحة خفت اتدخل. الشاب اللي عامل زي العربية الدوج ينفضني ويعلم عليا. كنت هتعلى في نظرها قوي. لا كنت هسقط في نظرها. هنا بقى احنا عايزين نرجع ونصلح اللي حصل ده. خطر مش هينفع يا رضا. جدك بيقول اهو لو غيرت احداث في الماضي الحاضر هيتغير والاماكن هتتغير وهتختلف الوشوش. معنى كده ان احنا لو لعبنا في الماضي الحاضر هيتبهدل. ما تقلقش يا عم عرفان وان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة. استغفر الله العظيم. طب يا سيدي هات المنبه في النص بس خلي بالك اقصى حد لينا ساعة واحدة بس. يعني لو ملحقناش نعمل اي حاجة افانا هيقمر عيش. يظبط بقى الايام والشهور والسنين. تمام. حط المنبه في النص. جاهز؟ جاهز. حيوان. انا صوتي غاشل كده ليه؟ ايه ده؟ ايه البيت ده؟ البيت ده مش غريب عليا. بتعمل ايه؟ ست مرضة، ايه اللي جابك هنا؟ تعالى يا روح الروح يا سوق الفؤاد لما نسفك. لا لا انا ناشف خيبة. لا بخير من حتى لا بخير هو. ايه يا واد في ايه؟ تشقلبي مع راجل غريب وعريان من تحت. يا ابن الموكوسة ده جوزي وكمان اتجوزت على ابويا. صلى على النبي صلى على النبي يا رضا. الصوت ده انا سمعته قبل كده. عرفان عرفان بتخني مع امي عرفان. والله لو حلفت لك اني كنت باخد دش عمرك ما هتصدقني. دش؟ هو انت بتستحمى في بيتكو عشان تستحمى عند امي؟ ايه يا واد يا ابن الهبلة قلت لك ده عرفان جوزي. تشتميني يا ام عشان خاطر عرفان الكلب؟ اخلص احترم نفسك. انا جوز امك يعني في مقام والدك. انا مش ساكت عشان خايف منك. لا انا ساكت عشان خاطر الست الفاضله دي. اتكلمي يا فاضله. انا مش هتكلم. تعال لي هنا يا كلب. كل ده قلب تظرفوني على وش يا ابو اشي. انا همشي. لا لا تمشي يا رضا. ما تصلوا على النبي يا جماعه. انتوا اهل ومصارين البط بتتعارك. تعالوا جوه نشرب كوبايتين شاي. يا عم مش فاكر حاجه. انا خرجت من الدش لقيتني متجوز امك. اتكلم كلام كويس لحسن وربنا اشيلك في عينك التانية. المصيبه اللي انت عاملها دي عملتها امتى وازاي؟ والمصحف الشريف ما فاكر حاجه. بس اللي هيجنننا عارفين الواد ناصر اللي اشترى الورشه ده. مين اللي باع له الورشه؟ مين؟ بامي. ونزل ايدك من الفلنة. اهم حاجه دلوقتي نطمن على نور ونلاقي المنبه اللي ضايع مننا. كله بيدك كله بالمنبه الزفت اللي انت بنيت بيه دوت. قلتلك ما تلعبش في الماضي. اديك لعبت في الماضي. البس بقى. من ساعه الخناقه اللي حصلت مع العيال اللي عكسوها وهي راقده في المستشفى مش حاسه بنفسها. دخلت على 4 سنين غيبوبه ولما مش عارفه حتى انا مش عارفاني. حرقت قلبي يا بنتي. معلش يا اختي معلش. ابوسك وعب رجليكي. طنط ممكن ما تعيطيش وتقولي لنا البت فين؟ خليها تعيط العياط بيغسل. اخذكم بقى شويه. مش انت السبب في اللي هي فيه؟ السبب؟ السبب ازاي يا ريتا؟ انت بتصدقي الصلع ده ولا ايه؟ ده انا كنت بدافع عنها ما بتخانق مع العيال بس انا ما لحقتهاش. كتر خيرك يا ابني. ده نصيب قدر ومكتوب. عشان انت طيبه وعلى نياتك وبيضه قوي من جوه. او بيضه كمان من بره. لم نفسك. بقول لك ايه يا طنط ممكن تقول لنا العنوان فين؟ هات لنا العنوان بتاع المستشفى. Thank you.
انت مين؟ رضا. رضا مين يعني؟ انت مش فاكراني؟ لا اله الا الله، البنت عقلها فاكه يا رضا، ده عايزه عمره من اول وجديد. طب سيبك من رضا، مش فاكراني انا. انت مين انت كمان؟ انا عرفان. عم عرفان مين؟ ما بلاش عمو دي، ماشيها عرفان عشان نفتكر بعض على نظافه. يا اخي يا اخي حرام عليك، انت جاي تامرصنا في النصيبه اللي احنا فيها. اقعد بقى امسك في الامراضه وانسى اللي انت عملته في البنت. البنت على يا اخي حرام عليك يا اخي. بس انتوا الاثنين اللي حرام عليكم، انتوا بتعملوا ايه هنا؟ كده كفايه يا جماعه قوي، الحاله كده ممكن تتعب اكتر. انت مين يا سكر؟ سكر دكتور احمد عبد الله الاستشاري المسؤول عن الحاله. طب كويس انك جيت يا دكتور، قول لي بقى الحاله عشان نعرف نشخص المرضى انا وانت. للاسف جالها تليف في جزء كبير من المخ. يعني ايه يا دكتور؟